الحقوق لا يستفتى عليها، وبالأخص إن كانت هذه الحقوق من الأساسيات الكونية. فاللغة مثلا هي الحاضنة لأي شعب، فمن دونها لا يمكن أن يكون لهذا الشعب مكون أو هوية أو ثقافة. فأن يكون هناك خصم يحاول أن يغتصب حقي في الرقي بلغتي أو إنكارها، فهذا من الأشياء الغير عقلانية والغير شرعية والغير ديمقراطية. فهذه الأرض منذ أن خلقنا عليها ولدنا ونحن نتكلم بلغتنا الأم، ألا وهي اللغة الأمازيغية. تنميرت في اللون أتماتي اسمزام أزول أزول في اللون تنميرت في لكن أزول في لكن وأزول في اللون تنميرت. ومن يحاول أن يرفضها فهو بالتأكيد يعلنها حربا معلنة. فالقول المأثور القائل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، هذا ما فعله الأمازيغ في ليبيا بانتفاضتهم في ثورة 17 من فبراير، وبعد انتصارهم على من قال في يوم من الأيام بأن الأم التي تعلم أبناءها الأمازيغية فهي كمن ترضع أبناءها السم. اجتمعت المجالس المحلية للمدن الناطقة بالأمازيغية وبالتحديد في مدينة لالوت، وخرجوا ببيان ختامي مفاده ضرورة تدريس اللغة الأمازيغية في المناطق الناطقة بها ولو كلف ذلك الغالي والنفيس. طبعا الاجتماع كان دعوة مجلس لالوت بارك الله فيه، يدعو كل المجالس المحلية النبودرار نفوسة زوارة، وكان مناقشة الموضوع نتا ترسيم اللغة الأمازيغية وإقرارها للمرحلة التعليم الأساسي بجميع مناطق قدرة نفوسها الزوار. والحمد لله يتم الموضوع يد ويتم التوافق على إقرار اللغة الأمازيغية مادة رسمية في جميع مدارس قدرة نفوسها الزوارة. الحمد لله سكون ملاقا يتمتنا صدر النفوسة ادني يقول حاجة زعم اللي صغرين مازغت دينوه الموضوع هو يتدف داخل إطار المركزية اللي نتنا بس يسكننا ان المناطق اللي غرس خصوصية معينة من حقها تمارس حقوق النس، من حقها تمارس تشريعات النس، لانه وين طالب سيس المركزيه دي ليبيا كلها مش كان الموضوع هو دوه يعني متضل بني ودان دي من شهداء لنشتن التضحيات لنشتن فهمين انها كواسون بدا الموضوعون تشغلين نتمازق نقول اساس بدوره الموضوع الى تنفس تحمل المسؤوليه لغه وطنيه ثقافه وطنيه. اجتمعوا الناس والمجالس المحليه من مناطق التمازيغ ضد الانفوس هذا الساحل باش نقرر منك سنصغر تمازيغ دي سقاس مزوار التعليم الاساسي مثل المشاكل المعوقات اللي اجاها تلفين الى ان وجد منك تناف الحل يعني منك مما يصغر مسيم تصين الوعاء الزمني الحصة ما كتيجت تغوصينه كل يعني في نفس الوقت نحاول يعني تغوصا دين بعنا جماعية ما كت موجهة وزارة التربية والتعليم نغن أن الحكومة تترارت دمقيم ليبيا مقرام باقي مما كسان يلزم الدول تتعتنى تمازيغ كثقافة كلغة تصرف لها ستدعم استيق الميزانية منك اللغة العربية منك لغة التمازيغ منك نغار دانجليزي منك كذا. في كل المناطق الأمازيغية في ليبيا بدأت بتجهيز الكوادر البشرية لتدريس اللغة الأم اللغة الأمازيغية، فقد وصل عدد أول دفعة من الخريجين لتعليم اللغة الأمازيغية إلى أكثر من 500 شخص في كل المناطق الناطقة بالأمازيغية في ليبيا. فالشكر كل الشكر لمن قام وتابر على تجهيز المناهج التي بدورها ستدرس في المدارس الأمازيغية، فالتاريخ سطر مجهوداتهم الجبارة التي سيذكرها الأبناء والأحفاد على حد سواء.